العملية الثانية اللي يتم إجراءها كجزء من عملية إدارة أصحاب المصلحة هي Plan Stakeholder Engagement، وتم إجراء هذه العملية خلال مرحلة التخطيط. فالPlan Stakeholder Engagement الهدف مالتها is the process of developing approaches to involve stakeholders based on their needs, expectation, interest and potential impact on the project. So it provides an actionable plan to interact effectively with stakeholders. يعني احنا هسه بالمرحله الاولى تعرفنا على الستيكهولدرز، اوكي، تعرفنا على شنو مخاوفهم، شنو متطلباتهم، شنو الاتيتيود مالتهم حاليا، يعني من خلال مقابلات معهم الى اخره، انه هل هم داعمين مع المشروع ضد المشروع. بعد ان تم التعرف عليهم، اوكي هسه الان انا شنو، كيف اعداد خطه انه انا اشركهم بالمشروع بناء على شنو احتياجاتهم، شنو توقعاتهم، شنو اهتمامهم ومدى إمكانية تأثيرهم على المشروع. فلذلك راح تصير خطة تنفيذية، يعني خطة تطبيقية بحتة، ولابد أنه ما تبقى بس حبر على الورق، لابد تطبق، لأن ممكن قلنا الستيك هولدرز صاحب الباور العالي إذا ما تم الاهتمام به بشكل صحيح وما تم تحقيق متطلباته ومتابعته، ممكن انه يتحول اذا هو كان الاتيتيود ماته for the project انه he change his attitude to against the project، وهاي مشكله، ممكن يعني المشروع كله يتوقف. فلذلك هاي المساله اثر الستيك هولدرز على المشروع جدا مهمه، ولازم تحظى باهتمام كبير من قبل مدير المشروع. فالادوات والتقنيات اللي يتم استخدامها من قبل مدير مشروع، واحده من عندها اللي هي داتا ريبريزنتيشن، اللي هي مع تحديد الانجيجمنت ليفل مال الستيك هولدرز. فيتم رسم او تمثيل مستوى الانجيجمنت، مدى انخراط اصحاب المصلحه واهتمامهم بالمشروع. فاكو خمس حالات، يعني مستويات للانجيجمنت. أول واحدة اللي هو unaware of the project and potential impact، إنه هذا الستيكهولدر أنت تعرفت عليه لكن هو غير محيط بالمشروع، أو ما يدري بالمشروع ولا يعرف الأثر مالته. هسه ممكن هذا الشخص هو صاحب باور عالية جدا، لكن أنت تعرفت عليه خلال مرحلة الidentification، لكن من المقابلات وياه أو من إنه ما محيط بالمشروع ولا عنده معلومة سابقة ولا مدى أثر هذا المشروع عليه أو على القسم مالته أو على يعني الشغل اللي ضمن صلاحيته. فإبقاء هذا الشخص تحت هذا المستوى من المعرفة أو الانجيجمنت جدا خطر. ليش؟ لأن ممكن إنه بيتعرف على مدى أثر المشروع ويصير resistant، في حين احنا نريده supportive او leading. فلذلك معرفة الليفل مال يعني الانجيجمنت مال الستيكهولدرز خلال مرحلة يعني التخطيط جدا مهم، حتى نعرف بالنتيجة كيف ادعم او ادفعه او اغير الليفل مالته من هو unaware or resistant or neutral مثلا الى supportive and leading للمشروع، حسب طبعا طبيعة هذا الستيكهولدرز. ممكن يكون resistant اللي هو aware of the project and impact and resistant to change، إنه يعرف المشروع تفاصيله ومدى أثره عليه ولذلك هو ضد المشروع، يريد قدر الإمكان يمنع تنفيذ المشروع. فهالشي stakeholder جدا خطر إبقاءه على هذا المستوى. لازم يتم دراسة خطة كيف إنه أنا أغير يعني المستوى مالته من أو level مالته منه إلى supportive أو leading أو أقل neutral يصير. aware of project yet neither supportive nor resistant، يعني هو يعرف المشروع لكن يعني ما متأثر به، فلا هو داعم إلى ولا يعني ضده. supportive، لا، هذا stakeholder هو aware of the project and its impact and supportive to the change، يعني هاي الجهة من الداعمين للمشروع. هذا ممكن يكون هو sponsor من المشروع، مدير المشروع طبعا، الجهات اللي هي مستفيدة من هذا المشروع. الليدنج يكون بعد طبعا هو عادة السبونسر يكون أكثر جهة هي ليدنج، لأن هو الممول لهذا المشروع، فيكون هو أكثر واحد داعم إلى وأكتفلي إنجيج إن إنشورنج سكس، دائما هو يهتم بنجاح هذا المشروع. فلذلك الستيك هولدر إنجيجمنت أسسمنت ماتريكس، مصفوفة المستوى انخراط أو
اهتمام أصحاب مصانع المشروع، فممكن يتم درج أسمائهم هنا، والمستوى الحالي مالته اللي هو الكرنت انجيجمنت والديزايرد انجيجمنت. الكرنت انجيجمنت مثلا انت حسب المقابلات حسب معرفتك به خلال الداتا كولكشن انه هو حاليا ان اوير، لكن هذا الستيك هولدر لازم ينتقل من الكرنت انجيجمنت اللي هو ان اوير الى الديزايرد انجيجمنت اللي هو سبورتيف. لازم ينتقل من ان اوير الى سبورتيف، فهو اذا ما عنده معرفه لازم يتم تعريف المشروع له باسلوب معين بحيث ينتقل مباشره الى داعم للمشروع. ستيك هولدر ثاني مثلا حاليا هو نيوترال بس نريد احنا نصير سبورتيف. ستيك هولدر الثالث هو حاليا سبورتيف واللي احنا نريده هم نريده سبورتيف، فا اوكي هو حاليا يبقى على هذا الوضع مالته. هسه الستيك هولدر الاوتبوت مال ستيك هولدر انجيجمنت بلان، this plan identifies the management strategies required to engage stakeholders. فخلال هاي الخطة اللي هي خلينا نقول خطة يعني stakeholder engagement plan، الهدف من عندها انه تضع strategies حتى كيف نخلي stakeholders هم مهتمين بالمشروع، هم منخرطين بالمشروع. فلازم شنو نعرف desired engagement level of the key stakeholder. اولا لازم انا طبعا هي الخطة راح تعرف لي المستوى اهتمامهم او انخراطهم بالمشروع ووين نريدهم، يعني الديزايد والكرنت يعني الانجيجمنت الحالي مستوى اهتمامهم الحالي ووين احنا نريد يصير مستوى اهتمامهم. السكوب اند امباكت اوف تشينج تو ستيك هولدرز، يعني المشروع مدى تاثيره على هذول الستيك هولدرز، وانا عرفت مستواهم وين اريدهم يصيرون، مدى تاثير هذا المشروع عليهم، الانترريليشنشيب اند اوفرلاب بتوين ستيكهولدرز. الستيكهولدرز احيانا يصير تضارب بمتطلباتهم، يعني هم اثنيناتهم مهمين واثنيناتهم انا ارضيهم اريدهم يصيرون سبورتيف لكن متطلباتهم متضاربه، كيف نحل هذا الشيء. ستيكهولدر كوميونيكيشن ريكويرمنت فور ذا كرنت فيز، شنو متطلبات الكوميونيكيشنز التواصل اللي يحتاجوها، هل انه يريدون التواصل وياهم يكون فيس تو فيس خلال ميتينج، هل يريدون إيميلز، إلكتروني، ريبورتات، هاي لابد إنه تتحدد. الكوميونيكيشن information to be distributed to stakeholders، language، format، content level، level of details. فبعد إنه عرفنا هم كيف يعني يرغبون إنه يتم التواصل وياهم وإيصالهم المعلومة كلهم حسب أهميته ومتطلباته، يبقى كيف إنه يتم distribution مع information، اللغة اللي يريدونها، الفورمات، كيفية يعني المحتوى، المستوى التفصيلي اللي يريدونه، مثلا اكو اللي هم التوب مانجمنت ما يحبون كلش ديتيل السمري، مثلا اكو لاري ديتيل التايمينج اند فريكوينسي اوف ديستريبيوتينج ذا انفورميشن، يمتى بالضبط يحتاجون هذه المعلومات اللي تخليهم دائما بوضعهم المطلوب، وكلش قد، كل اسبوع، كل شهر. Method for updating the stakeholder management plan as the project progresses. نوبن يعني الطرق اللي راح تستخدم لتحديث خطة إدارة أصحاب المصلحة، هاي طبعا جدا مهمة اللي هي تكون جزء من فقرة خطة خطة يعني stakeholder engagement plan، خطة إشراك أصحاب المصلحة، لأن أي تغيير يصير بالمتطلبات ممكن أثناء تنفيذ المشروع لابد يتحدث ويتم اعتماد الأحدث.